اليوم جمعية تحدي المساواة والمواطنة تطلق مشروع جديد من أجل مدن آمنة من العنف الممارس على النساء البائعات في الفضاءات العامة، وهذا المشروع تندرج في واحد المشروع أممي عالمي اللي طلقه الهيئة الأمم المتحدة للمرأة. بالطبع هو تنزيل كذلك للهدف الخامس من الأهداف الأممية ديال التنمية المستدامة، واللي تعتبر أن اليوم حان الوقت من أجل مناهضة كل أشكال العنف الممارسة على النساء في الفضاءات العامة والفضاءات الخاصة. بالطبع اليوم باش نتكلموا على مدن آمنة تنتكلموا على الطمأنينة، تنتكلموا على الثقة، تنتكلموا على البيع مثلا في الأماكن العمومية بكل حرية بدون تحرش، بدون عنف، بدون مضايقات، بدون سب أو شتم، لتخلي في بعض الأحيان النساء أنهم تقدروا يخويوا هذوك الأماكن العمومية فقط لأنهم ما بقاوش قادرين انهم يسمعوا هذاك الضجيج، هذاك الالام، هذاك المعاناه اليوميه، لانهم ما تعرفوش اولا فيهم تقدروا انهم يبلغوا على العنف، كذلك ان الجهات المعنيه المباشره وخاصه باش نتكلموا على الفاعل السياسي انه ما محضرش في اولويته ان النساء خصهم يكون عندهم واحد خصوصيه اخرى على الخصوصيه اللي تتكون عند الرجال، خاصه باش نتكلموا على مراحيض خاصه، باش نتكلموا على الاناره اللي خاصها تكون في الليل كاينه حاضره وقويه باش النساء ما يكونوش في دوك الاماكن الخاليه باش ما يتعرضوش على العنف، كذلك أن يكون عندنا رقم خاص ولا رقم أخضر للفاعل السياسي وخاصة جماعة المدينة الدار البيضاء أنها تكون ألاكسي ولا ألاكسي ديال هاد الفام ولا هاد النساء باش يقدروا أنه يبلغوا على العنف الممارس عليهم، لأن باش تولي عندنا مدينة آمنة أكيد أننا تنوجدوا اليوم كذلك الاستقبال واحد يمكن نقول لك واحد المحفل كبير جدا اللي غتستقبلوا المغرب، وخاصه باش نتكلموا على كره القدم الافريقيه اللي غتكون عما قريب، وكذلك العالميه اللي غتكون في 2030. اذا فاش تولي عندنا مدينه امنه اكيد ان باش غيجونا السياح وجونا نساء من كل العالم اكيد انا يعيشوا واحد الفترات ايجابيه داخل المغرب، وغيكونوا عايشين الامن والامان وما غيتمرش عليهم العنف. ولكن باش تكون عندنا مدن فيها عنف وفيها قهر وفيها ظلم وما الفاعل السياسي ولا الفاعل المدني ولا كذلك المتدخل الى اخره ما تقدرش يلقى اليات من اجل التدخل لحد من هذه الظاهره، اكيد ان بلادنا غتبقى تتعيش هذه الظاهره. اليوم هذا المشروع هو خاص نخرط فيه الكل من اجل اننا نوصلوا حقيقه لمدينه امنه من كل اشكال العنف الممارسة على البائعات النشيطات في الفضاءات العامه. اليوم جمعيه تحدي المساواه والمواطنه يعني تنخرط يعني في مجموعه من الاوراش اللي فاتحها الدوله، من بينها يعني احتضان المغرب كاس العالم ل 2030 وكذلك يعني كأس إفريقيا، وكذلك اليوم جمعية تحدي جات تجاوب على مجموعة من التقارير اللي صدرها مؤسسة ديال الدولة، من بينهم يعني المندوبية السامية للتخطيط، وكذلك مجموعة من التقارير اللي صدرها يعني المجتمع المدني في ارتفاع ديال نسبة العنف تجاه النساء. اليوم يعني جمعية تحدي تتقدم هذا المشروع ديال المدن آمنة اللي تتنظمه هيئة الأمم المتحدة أو تلقاته سنة 2010. اليوم احنا محظوظين في مدينة الدار البيضاء وغنكونوا سعداء باش نساهموا بجانب يعني مؤسسات ترابية في تقليص يعني هذه الظاهرة ديال العنف، خاصة يعني النساء اليوم عندهم حق انهم كما تنقولوا يولجوا لسوق الشغل، وكذلك يكونوا فضاءات امنه يعني متوفره فيها جميع الشروط ديال الولوج، من بينهم يعني الاناره، من بينهم يعني الوسائل ديال النقل، وكذلك يكونوا مراكز ديال التبليغ. واليوم يعني جمعيه تحدي يعني تقدم التجربه ديالها بمعيه الشركاء ديالها من اجل يعني محاربه هذه الظاهره، وكذلك من اجل يعني استقبال السائحات والسواح اللي غادي يكونوا في هذا الحدث الرياضي العالمي. يعني اليوم المجتمع المدني تيعبر على روح المواطنه ديالو وروح المسؤوليه ديالو في مدينه الدار البيضاء.